السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حوريكم بشكل سريع وين تلقى أقوى درع أو باور أرمو في لعبة فالاوت 4. في البداية لازم أنك تكون ليفل 28 على الأقل عشان تقدر تستعمل الدرع، والدرع موجود في أكثر من مكان في العالم الخاص باللعبة، لكن المكان اللي حنوري لك كان ما فيش أي نوع من أنواع المقاومة على الإطلاق، عبارة أنك تمشي من مكان وتأخذ الدرع وتطلع. المكان موجود في منطقة ممتدة بين نورد هاجن بيتش وفورت سترونج، موضح أمامكم الخريطة. حتمر بمكان زي البوابة قبل قاعدة عسكرية، وحتلقى الدرع داخل غرفة صغيرة، وهذا هو كل شيء. لأن أصبح عندك أقوى درع في لعبة فالاوت 4 حيساعدك بشكل كبير في اللعبة. وفي النهاية تسجلوا لايك سبسكرايب للقناة، ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.